بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أبنائي الأعزاء في هذه الحصة الجديدة. تعلقنا بالدرس 15 إنشاءات هندسية Construction Géométrique. نبدأ طبعا بأكتشف وأتمرن أنشئ الرباعي A B C D باتباع الخطوات التالية. نعم، أولا نرسم طبعا مستقيمان متوازيان، ولا نرسم مستقيمان متوازيان، هما ها مستقيم. باش نرسمه موازي خصنا نرسمو العمودي طبعا، ثم نرسمو العمودي الآخر، هذا عمودي، فنرسم العمودي مرة أخرى على هذا. نعم، فنحصل على المستقيم الذي يوازي. جيد، بعدها إذا الخطوة الأولى رسمنا مستقيم، ثم رسمنا مستقيم آخر يوازيه باستعمال طبعا المثلث. رسمنا العمودي ثم رسمنا العمودي تارة أخرى. نعم، ها هما مستقيمان متوازيان. الخطوة الثانية رسم مستقيمان آخرين متوازيان. أنشئ إذا رسم واحد مستقيم مثلا بحال هكا، نعم مستقيم هو، ورسم الموازي له. إذا باش نرسمو الموازي خاص نرسمو العمودي عليه، جمع العمودي هنا، نعم ها هو العمودي ياك، ثم نرسمو العمودي على هذا، فطبعا نضعو هذا الشيء بدقة. نعم، إذا ها هو العمودي، فها المستقيم. نعم، إذا لاحظوا جيدا، رسمنا في الأول مستقيم يوازي مستقيم، ثم رسمنا مستقيم يوازي مستقيم. الآن نتتبع، نكتب هنا A فننتقل B C D. ما يمكنش نقيد هنا A B وندير هنا D، لا، A B C D في هذا الترتيب. هذا بالنسبة طبعا للنشاط الأول. نمر إلى النشاط الثاني، يقول لنا بلاتي هنا أحصل على الشكل وأنتبه لترتيب النقط. حسن، ارتبنا A B C D، ثم أضع الحرف A على أحد الرؤوس وأتابع فيه نفس المنحى اللي درنا، اللي قلنا هادشي. أحدد طبيعة A B C D. نعم، A B C D طبعا الطبيعة ديالو A B C D طبعا متوازي الأضلاع، متوازي الأضلاع. نعم، A B C D متوازي الأضلاع. طبعا القطعة أعش، نعم نفس القطعة. لاحظوا جيدا، إذا أردنا أن نرسم قطعة أعش، نقرب الرسم هنا، فها هي أعش، الرسم العمودي، طبعا هنا يكون عمودي بدقة. نعم، ها هي، ها هي، ونديرو علامة تعامد هنا، مزيك، هنا علامة تعامد، هنا أعش، فنسمي أعش هو الارتفاع، الارتفاع الموافق لهذا الدرع. أعش هو الارتفاع الموافق للدرع. نعم، أعش هي ارتفاع موافق للدرع بدي سي طبعا. دابا غنمرو للتمرين الثاني. قولنا أنشئ متوازي الأضلاع إي جي كي إل، حيث إي جي كتساوي 6 سنتيمتر. أرانا ناخدو طبعا 6 سنتيمتر، إي جي 6 سنتيمتر، فوالا، أهي كتبان لكم هنا، أهي 6 سنتيمتر. نعم، إي جي، فوالا، إي والجهة هي إي جي 6 سنتيمتر. نعم، ثم قالوا لنا ارسم جيكا 4 سنتيمتر، ناخذ هالجي، هالجي وناخذ 4 سنتيمتر. نعم، ها هي 4، ها 4، نعم بحال هكا مثلا، هنا 4، هنا جيكا، هنا 4 سنتيمتر. نعلمو هاد النقطة من موراها باتباع الخطوات غنشعلو متوازي الأضلاع إي جي كي إل. إي جي كي إل خاصنا إل، شنو خاصنا؟ إذا باش نشدو نحطو المسمار ديال البركار هنا، ثم ناخدو هاد القياس اللي هو 6 سنتيمتر هنا في البركار، وننتقلو لهنا، هادي الخطوة الأولى، ونضعو هكذا. أعيد، كنجيو لهنا، نوضعو المسمار ونوضحو هنا ديال الإي، ثم نضعو هنا ونرسمو. واضح. الخطوة الثانية ناخذ هذا القياس، هذا هو، نعم بدقة،
بدقة. نعم جيد، ها هو خلنا نديرها هو، ثم نجيو لهنايا ونوضعو هكا. نعاود كنجيو لهنا للجي، كنعمرو هاد العبا نديرو من هنا، نديرو هاد القطيع. ثم الخطوة اللي درنا قبل هو جدينا هاد القياس هذا، قياس هذا نعم، ثم وضعنا بحال هكا ودرنا وعلمنا. ف بعدها نلاقيو هاد نقطة التقاطع هادي هي بدقة، نعم نضبطوها مزيان باش حيت راه متوازي اضلاع. ثم هنا غنديرو هكا نضبطو هاد القطعة هادي اي جي كا ال، نعم اي جي كا ال. هذا طبعا بالنسبة للتمرين الثاني. التمرين الثالث شغلنا انشئ المثلثات الاربعة، هادو نشأوهم، هذا قائم الزاوية، هذا متساوي الساقين هنا، هذا متساوي الاضلاع هما، وحدد ممكن ترسموا هادو هما. فنتاكدوا من الرسم الاول واش متساوي الساقين ام لا، نتاكدوا منه نضعوا هنايا ونشوفوا واش هاد متساوي الساقين ام لا. نعم اذا بان لي انه حتى هو متساوي الساقين. اذا احدد رؤوس واضلاع وزوايا طبعا المثلث ا بي سي. الرؤوس ديال المثلث ا بي سي دي. الرؤوس شنو عنده؟ ا بي سي. اذا عنده ا الراس، ا ثم الراس بي ثم الراس سي، ثم قال لك اضلاع. الاضلاع اضلاع عنده ا بي ا سي و بي سي، ا بي ا سي ثم بي سي، ثم زوايا. الزوايا عنده الزاوية أ بي سي هادي هي، ثم الزاوية أ سي بي، ثم الزاوية بي أ سي. وما هادو؟ الزاوية أ، الزاوية بي، الزاوية سي. من موراها أحدد طبيعة كل مثلث وعلى جوابه. فهاد مثلث أ بي سي جا أنا أعتقد يكون مثلث عادي، لكن لقيته مساوي الساقين، لقيت أن أ سي كتساوي بي سي، إذا هذا متساوي الساقين. متساوي الساقين، إذا الشكل واحد وجدته متساوي الساقين، في حين هو يكون مثلث عادي متساوي الساقين. بالنسبة للشكل الثاني فهو مثلث قائم الزاوية، قائم الزاوية. الشكل الثالث عندنا هاد الضيق قياس الضلع، إذا متساوي الساقين، متساوي الساقين. والشكل طبعا هذا هو الرابع، متساوي الأضلاع، متساوي الأضلاع، لأن الأضلاع كلهم متقيسة، هو التعليل، لأن الأضلاع متقيسة، لأن ضلعان متقيسين، لأن له زاوية قائمة، لأن هاد الضلع كيقيس الضلع خا مدارولوش العلامة ديالو. نعم، هذا طبعا بالنسبة للتمرين الثالث. نمر إلى التمرين الرابع، يقول أكمل الخطوات وأنشئ متوازي الأضلاع إم إن بي بي، حيث إم إن كتساوي 6. إذا أول حاجة نرسمو إم إن كتساوي 6، قطعة إم إن كتساوي 6، قلبو هادي هاهي 6، طبعا 6 هي هادي، نعم إم إن كتساوي 6، فوالا. شوفوا فين داروا وضعوا لنا ام ومايا هنا، اذا ها ام ها ان، ها 6 سنتيمتر. شنو عرسمو من وراها؟ طبعا قبل ما نرسمو ان بي عرسمو الزاويه اللي هي 35 درجه، 5. اذا عندنا ام ان بي 35 درجه، نوضعو هذا هنايا، ها طبعا 0 10 20 30 ها 40 ها 35. لا من هنا، اعتذر، 10 20 30 40 هنا 35، طبعا ديما نحسبو من هنا 35. فعرسم واحد طبعا خط 35 هنايا، ياك 35 كتبان. اذا حصلنا هنا 35 درجه الخطوه هذا. بعدها شحال عندنا القياس ان بي 4 سنتيمتر، غنجيو لهنايا اما عبر المسطره، مسطره اولا ناخذ ربعه
أربعة مثلا هنا هي أربعة، نعم أربعة هي أربعة، ونديرو هنا هي أربعة. نعم، إذن احنا رسمنا هنا النقطة بي، النقطة بي اكس، بعد ديك النقطة بي اكس. نعم، ثم عرسنا نكمل الخطوة الإنشاء، شدوا هذا القياس هذا ونديرو هنايا. نعم، ها هو هذا القياس، نعاود القياس درناه هنايا، ثم هذا القياس هذا هو نمدوه اللي هو 6 سنتيمتر، ونجيو نديرو مع هذه. إذن أي جينا هنا معناه أنه ما تلاقوش، نوليو نعاودو هذا هو نكبروه. نعم، إذن هو هذا أي أي جينا تقريبا هنا. إذن نعيد هذا القياس هذا، أعتذر، نجي هذا القياس الذي هنا غنديروه هنا. إذن ها النقطة، هذه هي النقطة، نعم هذا هو المتوازي الأضلاع. أنا نعاود الخطوات دابا ام ام بي طبعا كيو، نعاود رسمنا في الأول 6 سنتيمتر، ثم خدينا المنقلة ورسمنا 35 درجة، بعدها رسمنا هنا 4 سنتيمتر، تعرفنا الزاوية، شدينا البركار هاد العبار هذا اللي هنا درناه هنايا طبعا، ثم هاد العبار هاد 4 سنتيمتر هادي هاد 4 درناه هنايا، ولقينا النقطة. بعد هذا دابا غنمرو بالتمرين 5، ونجي زو أكمل إنشاء متوازي الأضلاع بآر إس تي إي، بحيث قطري ديال واحد الدائرتين شحال 3 سنتيمتر، وهنا 5 سنتيمتر. نعم، الأولى عندها 3 سنتيمتر القطر، بمعنى الشعاع يكون نص ديال 1.5، إذا الشعاع 1.5، ها طبعا من هنا، إيه من هنا، ها 1.5 تقريبا، ها هي 1.5. عرسمو دائرة شعاعها 1.5، نعم دائرة شعاعها 1.5، كتب ما كتبانش ولكن ها هي. بعدها عرسمو قطر، ها هو قطر كيمر من الدائرة. إذا هنا سماوهم، شنو سماوهم هيا؟ إر تي، ندير هنا إر وهنا تي، ثم دائرة أخرى قطرها 5، يعني ناخدو جوج ونص، صرا ناخدو جوج ونص سنتيمتر الشعاع، الشعاع جوج ونص. إذا ها هنا التي سمحوا لي واخا متبانلكم الصورة نوضحها أنا، ها هي هنا جوج ونص، تبانلكم جوج ونص، دونك غنجي للمركز النيت وعرسم جوج ونص. نعم، إذا بعدها عرسم القطر الآخر، هذا هو المركز باش ما ننساوش، المركز هو الأساس. إيوا عرسم من المركز، غندوزو من المركز ندوز. إذا شنو هو؟ هو عندنا إر إس تي، إر إس تي أو بالترتيب، إر إس تي أو أو في اتجاه، إما نديرو هنا إر إس تي أو ولا نديرو إر إس تي. ها هو متوازي الأضلاع هنا وهادي هنا، إذا لقيو هادي مع هادي، لقيو الأضلاع، ها هما كنلقيو الأضلاع حتى نحصل على طبعا متوازي الأضلاع، ها هو إر إس تي أي، ديرو هنا إي واضحة وهنا إس. هذا بالنسبة طبعا للتمرين الخامس، التمرين السادس كيقول لنا انشئ شي منحرف ا بي سي دي، حيث ا بي شحال كتساوي 6 سنتيمتر و سي دي كتساوي 3 سنتيمتر. نعم، إذا شحال قلنا ا بي 6 سنتيمتر، ناخذ هذه ونرسمو 6 سنتيمتر هنا، ها هي 6، فهمتي، نجيوها بدقة 6، هنا ا بي 6 سنتيمتر، ثم شبه منحرف بحيث سي دي 3، عرسم الموازي لهذا،
واش الرسم الموازي من الاحسن ديال هذه الصيغه هذه؟ ها الرسم العمودي، العمودي ها هو ما واضحش مزيان، ثم نولي الرسم العمودي اخر ياك، ونرسمو هنا 6 سنتيمتر مثلا، شحال 3 سنتيمتر واقيلا، قطر طبعا الدير اخر شحال فيه 3 سنتيمتر، سي دي فيها 3 او دي ابي ابي سي دي ابي، ها السي ها الدي، وهنا 3 سنتيمتر، ونلاقيهم نلاقيهم شينا بحال هكا، ها ثم نلاقيو هذا هنا. إذا هو هذا أ بي سي دي معك بالترتيب أ بي سي دي، بعدها رسمنا دي أش، رسمنا واحد ارتفاع لا هوتور ارتفاع هو نعم جيد، وندير العلامة وندير هنا أش. هذا بالنسبة طبعا التمرين السادس. بالنسبة طبعا نقول القطعة أ بي هي غنسميوها القاعدة الكبرى، هذه القاعدة الكبرى وهذه القاعدة الصغرى، وهذا الارتفاع. اعيد، القاعده الكبرى القاعده الصغرى، هاي نكتبوها كاع القاعده الكبرى، هنا القاعده الصغرى، وهذا الارتفاع. نعم الارتفاع، هاي الارتفاع. نمر هنا انقل الشكل الاتي الى دفتري وانشئ دائره سي واحد مركزها هو تمر من اي. اذا خصنا نرسموا هذا المربع عندنا، إذا طلبوا منا نرسموا هذا الشكل، ها هو تقريبا رسمناه، ها أ بي سي دي مربع، ودرنا إي منتصف، ودرنا هنا أو، قال لك هنا دائرة سي مركزها أو وتمر من إي، مركزها أو وتمر من إي، نعم، ها هي، نحاولوا ما أمكن، ها هي جات تقريبا نبار، المهم غندورو بحال هوك، نعم جيد. هي دائرة سي طبعا تمام. ثم السؤال الثاني، دائرة سي مركزها أو شعوعها أو أ، مركزها أو شعوعها أو أ، إذا هي في الحقيقة خصها تمر على الأضلاع كلهم، اللهم إلا كانت قياسات غير صحيحة، ها هي، نعم، ها هي، ها دائرة تمر من شعوعها أو أ، ومركزها أو، دائرة قطرها أ بي. إذا مش كل قطر ديالها أ بي معنى أن الشعاع هو هذا، كنتمنى تكوني في المنتصف باش تجيني جا، نعم، إذا ها هي، ها هي رسمناها. هذا بالنسبة طبعا للتمرين السابع. التمرين الثامن قالك أن تتبع خطوات لإنشاء مثلث. إذا الأولى رسم بي سي، شحال بي سي فيها 4، واخا رسموها هنايا، بي سي فيها 4. بي سي فيها 4 سنتيمترات، نعم، المهم بي سي فيها 4، بي سي فيها 4 سنتيمترات. الخطوة الثانية عرسمو ديال السي هي أسي 2.7، إذا غنجيبو بيركار وغناخدو 2.7 نحطو هنايا، نديرو 2.5.6، ها هي 0.7، لاحظتو هي 0.7، إذا غنجيبوها من السي، غنديرو 2.7، ثم عندنا أ بي 3.5، إذا غنجيبو البي وغنحط 3.5 هنا، هاهي 3.5، ها 3.5 تقريبا هاهي هنا، إذا غنجيبو البي لهنا، من هنا، شدو اليمنية لأن هي، هاهي، إذا حنا رسمنا هنا من السي 2.7 البركة، من 3.5، ونلاقيهم دابا، هنا أ، هنا 2.7 سنتيمتر، وهنا 3.5 سنتيمتر، نعم، هنا قال لك هنا أن كاغي، أن باراليلوغرام، أن ريكتونجل، أن لوزانج، السؤال تيقول إذا جو كود لي لونغور إيكال لي زونغل دغوا دون شاك كا، هنا كاري، إذا دوك غيكونو هادو لي كود كلهم قايسين، هادي يقيس هذا يقيس هذا يقيس هذا يقيس هذا، كما أن لي دياغونال أقطار هادو كيقيس هذا،
اذا الاضلاع كلها تقيس هذا يقيس هذا يقيس هذا وهو الاضلاع وبين هذا بالنسبه وهنا اونجل طبعا دغوا زاويه قائمه وتا هنا زاويه قائمه هنا زاويه قائمه زاويه قائمه زاويه قائمه زاويه قائمه وتا هنا زاويه قائمه هذا الباغيلوغرام متوازي الاضلاع عندنا هذا الضلع يقيس هذا الضلع الضلعان متقابلين متقيسين حتى هذا كيقيس هذا صافي بالنسبه للريكتونغل اللي هو مستطيل عندنا هذا كيقيس هذا الضلعان متقابلين هذا كيقيس هذا وعندنا زاويه قائمه هنا زاويه قائمه هنا زاويه قائمه والاقطار متقيسه لي دياغونال سون تيغو هذا يقيس هذا هذا معين عندنا كيقول لنا ان الاضلاع كلها متقيسه هذا يقيس هذا يقيس هذا يقيس هذا واتمنى ان تكون